أول مجموعة راح أبدأ بالمخدرات. قلت لكم التسمية كلمة مخدرات شوي تسمية مضللة، اللي هي legal drugs أو الأدوية الغير شرعية، تصور هي تسمية أفضل للأدوية الغير شرعية. المحفزات أو المنشطات stimulants، يعني تقوم بتحفيز الشخص. هذه أدوية مشهورة جدا، ضمن هذه الأدوية عندك الكوكايين، الأمفيتامين، الميثامفيتامين، طبعا أدوية ثانية لكن هذه اللي حبيت أركز عليها، الكوكايين، الميثامفيتامين والأمفيتامين. هذه الأدوية تعمل على تحفيز الجهاز العصبي. ليش؟ لأنها تعمل على ناقل عصبي اسمه نور أدرينالين، سمعين بالأدرينالين ونور أدرينالين. هذه نواقل عصبية موجودة عندنا في الجهاز السمبثاوي اللي نسميه جهاز القوة والطاقة، اللي يزيد لك ضغط الدم، اللي يزيد لك ضربات القلب، اللي يزيد لك التنبيه بالجهاز العصبي المركزي. طيب خلني نفهم شوية كيف تعمل هذه الأدوية وشنو هي الميكانيزم أوف أكشن أو آلية العمل. الجسم بشكل طبيعي يفرز نواقل عصبية في الدماغ اللي هي النورادرينالين، سيروتونين والدوبامين. طبعا الجسم لما يفرزها من النهايات العصبية، النهايات العصبية راح تطرحها من الخلايا العصبية إلى المواقع المؤثرة. لنفرض كانت ترفع ضغط الدم، راح تطرحها على الأوعية، ويعني النورادرينالين يقبض لك الأوعية ويزيد لك ضغط الدم كمثال. فالآن احنا محتاجين مستقبلات على الخلايا حتى تستجيب للتأثير، ومحتاجين الناقل العصبي اللي يخرج من الخلايا العصبية. فالخلايا العصبية راح تطرح لك هذه الهرمونات في الدماغ وأيضا على بعض الأنسجة، وبالتالي راح تؤدي لك إلى تأثير معين. فهنا قلنا تأثير تحفيزي، فالنور أدرينالين والدوبامين والسيروتونين راح يحفزون الخلايا، طيب خاصة في الدماغ القصد، وأيضا في أنحاء الجسم لما لهم تأثيرات خاصة بهم. طيب الآن الجسم لما يفرز أو النهايات العصبية لما تفرز هذه النواقل العصبية، إذا ظلت هذه النواقل العصبية طبعا تأثيرها راح يظل موجود، وبالتالي هذا مو من مصلحة الجسم. فالجسم عنده آلية خاصة لطرحها وإزالتها، راح يبدأ يأخذها من منطقة تجمعها يرجعها إلى داخل الخلية العصبية نفسها أو داخل النهايات العصبية، نسميها بعملية الري أبتيك، يعني الإرجاع أو الاسترجاع. بعد ما يرجعها داخل الخلايا العصبية راح يحطمها بالخلايا باستخدام انزيم اسمه مونو امين اوكسيديز. فهذا الماو او المونو امين اوكسيديز راح يكسرها داخل الخلايا العصبية داخل النهاية العصبية. طيب الان لنفرض لو انت عندك دواء يوقف لك عملية الري ابتيك او الاسترجاع، شو راح يصير بالنور ادرينالين والدوبامين والسيروتونين؟ هذه النواقل العصبية المحفزة راح تزداد وراح تسوي التأثير التحفيزي اكثر. طيب لنفرض عندك أدوية ثانية توقف لك عمل الأنزيم اللي حطمها، بالتالي أيضا راح يصير زيادة في هذه الهرمونات، وبالتالي زيادة أيضا في تأثيرها. طيب لنأتي ونناقش أول دواء الكوكايين. الكوكايين ضمن هذه المجموعة يعمل على وقف عملية الري أبتيك، وبالتالي زيادة وبالأخص للنورادرينالين في النهايات العصبية، وبالتالي تأثيرها أكثر على الخلايا وتظهر لك أعراض الزيادة بالجهاز السمبثاوي، منها زيادة بارتفاع ضغط الدم، زيادة بعدد دقات القلب، قوة الانقباض وغيره، هواية كثيرة أيضا من الأمور راح تصير بسبب زيادة التحفيز السمبثاوي. دواء ثاني مثل الأمفيتامين والميثامفيتامين تعمل أيضا على وقف عملية الري أبتيك أو الإرجاع، وبالتالي أيضا تزيد هذه النواقل العصبية، وأيضا تعمل على توقيف أو إيقاف المونو أمينو أوكسيديز، وبالتالي تمنع تحطيم هذه النواقل العصبية فراح تزداد أيضا. طبعا كل الأدوية تزيد لك أيضا السيروتونين والدوبامين، وبالتالي إلها تأثير الأدكشن أو الإدماني، هذا التأثير اللي قلنا عليه، وأيضا إلها أمور خطيرة، لأن زيادة الدوبامين والسيروتونين إلها أمور غير مسألة المزاج والمسألة النفسية، إلها تأثير فسيولوجي على الدماغ خطير جدا لو زادت، وهسه راح نفهم المسألة بشكل أكثر. حتى نذكر الأمور الإيجابية والسلبية فراح أبدأ بالاستخدامات الطبية للمنشطات. المنشطات تدخل في استخدامات طبية كثيرة، وبالأخص الكلام عن الأمفيتامين، طبعا الكوكايين وغيرها ما لها هذه الاستخدامات لخطورتها ولتأثيرها الإدماني الشديد، بس الأمفيتامين لها بعض الاستخدامات الطبية، أصلا في مرض نقص الانتباه مع فرط النشاط أو ما يسمى بالأتنشن ديفيسيت هايبر أكتيفيتي ديسوردر ADHD، فأيضا يستخدم في علاج هذه الحالة. هذه الحالة طبعا تصيب الأطفال بالأخص، تأثر عليهم من ناحية التركيز وأيضا من يعني في الدراسة وغيرها. فالأمفيتامين كونه محفز فطبعا راح يدخل في هذه المسألة لأنه راح يزيد بالجهاز العصبي. طيب أيضا لعلاج مرة ثانية اسمه النوم القهري أو ناركولبسي، بعض الناس عندهم خلل في النواقل العصبية يؤدي لهم أنه ينامون بشكل مفاجئ دون سابق انذار.
فلانه الامفيتامين محفز للجهاز العصبي ويزيد النورادرينالين، فراح يفيد هؤلاء الاشخاص وراح ينطيهم تنبيه مستمر حتى لا تصير عندهم حاله النركولبسي، فيعتبر علاج لهؤلاء المرضى وايضا احد علاجات الانتي ديبرسنت او علاج للاكتئاب لزياده السيروتونين والدوبامين، ممكن يعالج الاكتئاب طبعا بحدود معينه وايضا الى تاثيرات ممكن تكون عكسيه في بعض الاشخاص، لكن يستخدم ايضا كعلاج للاكتئاب وايضا في علاج السمنة. ليش؟ لأن السيروتونين لما يزداد عندك في دماغك نوعا ما راح ينطيك شعور بالشبع وعدم الحاجة لأخذ كمية أكبر من الطعام، فعلى هذا الاعتبار أنه ممكن يستخدم لعلاج بعض حالات السمنة المستعصية اللي نحتاج فيها هذه الأدوية. طبعا مو أي شخص لازم مصاب بالسمنة راح يأخذ لي هذه الأدوية، لأن هذه أدوية خطيرة جدا وما راح تفهم الكارثة اللي ممكن تصير مع هذه الأدوية، لكن في بعض الحالات وبجرعة معينة وبإشراف طبي ممكن استخدامها كعلاج. التأثيرات أو كيف راح تأثر على الجسم؟ منين ذكرنا هذه الأدوية تزيد لك ثلاث نواقل عصبية، فراح نجي ويا كل ناقل عصبي نشرح إيش راح يصير. لما يزداد عندك النور أدرينالين شنو راح تشوف؟ أول شيء راح تشوفه هو pupil dilation، توسع في بؤبؤ العين. ليش؟ لأن الجهاز السمبثاوي يوسع بؤبؤ العين. أنت الآن قلت لكم جهاز القوة، أنت لو الآن جيم عليك شخص تريد تشوفه واضح ولا مغوش؟ فطبعاً أكيد تريد تشوفه واضح، ف تزيد فتحة العين. طبعا كاتب لكم الكلمة الطبية اللي هي اسمها midriasis اللي معناها توسع حدقة العين. طيب أيضا راح يؤدينا إلى زيادة في عدد دقات القلب وضغط الدم، لأنه هذا التأثير السمبثاوي راح يؤدي لك إلى هذه الزيادة. طبعا ارتفاع ضغط الدم راح يكون أكثر لأن النورادرينالين أكثر العلاقة بارتفاع ضغط الدم، أيضا راح تزيد أيضا ممكن عدد دقات القلب، فهذه مهمة زيادة بالضغط الدم وعدد دقات القلب ويا النورادرينالين. طيب التأثير الثاني للدوبامين، لما يزداد الدوبامين شنو راح يصير عندك؟ الدوبامين لما يزداد قلت لك عنده هو وظيفة معينة في إشعارك بالراحة أو إشعارك بحسن الحالة المزاجية، لكن لو زاد أكثر راح يأثر لك على الإدراك وممكن يصيبك بأمور كارثية منها نوبات الذهان أو نسميها السايكوسيس. الشخص يصاب بخلل إدراكي الآن، يؤدي لك إلى جنون العظمة البارانويا أو يسمون جنون العظمة والارتياب، يبدأ يخاف من الناس ويتصور الناس ممكن يحطم بيه يريدون يقتلوه شيء من هذا الأمور، فراح يصير عنده بارانويا سايكوسيس، يعني يصاب بحالة من الجنون. أيضا ممكن تصير لحالات الهلوسة، فلما يزداد هذا أيضا راح يأثر ويؤدي لك ممكن لحالات الهلوسة وأيضا الدوبامين إلى وظيفة، لأنه يدخل في كناقل عصبي في منطقة في الدماغ اسمها الخلايا القاعدية والبيزل جانجليا، فممكن يؤدي لك إلى خلل في الحركة وأيضا يأثر على إفراز الهرمونات، فممكن يؤدي لك إلى خلل في الغدد الصماء، فهذا تأثير الدوبامين. المنشطات تأثر لك على شيء ثاني اللي هو السيروتونين. السيروتونين يؤدي لك أيضا بطريقة معينة لتأثير على الليمبيك سيستم اللي هو الجهاز الإدراكي والسلوكي عند الشخص، ممكن يؤدي لك إلى تغييرات سلوكية، فأيضا راح يصير عنده ممكن مور أجريسيف يعني عدواني أكثر، لأنه قلت لكم يؤثر على هذا الليمبيك سيستم أو الجهاز الإدراكي عند الشخص، وبالتالي راح يؤدي إلى هذه المسألة، يؤثر على منطقة في الدماغ بالهايبوثالاموس تؤدي لك إلى قلة الشهية، وهذا هو الجانب اللي قلت لكم ممكن يستخدم في السمنة. فهذه الأمور حاولت أوضح لكم إياها بهذه الطريقة، فكتبت لكم إياها بهذه الطريقة البسيطة. طبعا هذه النقاط الأساسية، أكو تأثيرات ثانية ما ذكرتها حتى خلي الفيديو أكثر بمعلومات خلينا نقول المهمة الخلاصة من الموضوع يعني أعطيتكم إياها. طيب التسمم الآن لو أخذت جرعة زايدة من هذه الأدوية شنو ممكن يصير؟ التسمم بهذه الأدوية خطير جدا، لأنه زيادة بالنور أدرينالين ممكن يصير عندك اختلال في نظم القلب أرثمية، وهذا الشيء خطير جدا اللي ممكن تؤدي لك إلى أرثمية خطيرة وتؤدي لك إلى توقف القلب. طبعا وللتأثير أيضا النور أدرينالين على مستقبل بجسم اسمه ألفا 1 يؤدي لك إلى انقباض شديد في الشرايين وتقلصها، وبالتالي زيادة في مقاومة الشرايين للدم، وبالطبع عدم وصول الدم لبعض أجزاء من الجسم، ممكن لك حالة إسكيميا اللي هي افتقار بالدم شديد في هذه الأجزاء، ممكن لك إلى موتها، وبالأخص منه عضلة القلب، لنفرض لو صارت راح يصير عندك مايوكارديال انفاركشن أو احتشاء في عضلة القلب. وأيضا هذه الأدوية ممكن تؤدي لك إلى نوع من أنواع الانجينا أو الذبحة الصدرية اللي هي نسميها البرانزميتال انجينا، اللي معناها ذبحة صدرية تقلصية، أنه يصير عندك سبازم اللي هو تشنجات في الشرايين. تخيل الشرايين كأنه يصير بها صرع وتبدأ تتقلص بشكل كثير، ما نقصد هنا شرايين القلب، الشرايين التاجية للقلب الكورونري أرتريز، راح تتقلص وبالتالي تؤدي لك ممكن إلى انقطاع الدم عن القلب وموت الشخص صاحبها، احتشاء مايوكارديال انفاركشن عام بالقلب. فهذه من الأمور الخطرة اللي ممكن تصير. طبعا هنا ملاحظة حب أنوه عليها،
انه هذا طبعا طلاب الطب اكثر، انه لا تستخدم ويا هذه او هذا النوع من انواع الذبحه الصدريه علاج اسمه بيتا بلوكرز او حاصلات بيتا، لانه مستقبلات بيتا تعاكس الالفا وبالتالي تفتح الشرايين، فلو انت سديتها الان ممكن تسد على الشرايين اكثر وبالتالي تاثير النوع ذا يكون اكثر ويموت الشخص. فما نعطي بيتا بلوكر، راح نعطي في هذه الحاله كالسيوم شانل بلوكر حاصلات الكالسيوم والنيترو جليسرين. فتذكروا هذه الملاحظه، طبعا هذا شيء خاص لطلاب الطب لكن حبيت اوضحها، فهذه من الامور الخطره اللي ممكن تصير مع زياده النورادرينالين. طيب الدوبامين راح يؤدينا الى هذيان ونوبات من الذهان، يعني سايكوسيس ديليريوم وممكن هلوسينيشنز هلوسه. عندنا ايضا شيء خطير جدا زياده السيروتونين، ممكن يؤدي لك الى متلازمه اسمها متلازمه السيروتونين، ويا ويلك من متلازمه السيروتونين، متلازمه خطره جدا ممكن تؤدي الى الموت. في متلازمه السيروتونين راح يصير عندنا زياده فظيعه في درجه الحراره الجسم، convulsions اختلاجات يعني مثل الصرع تصير عند الشخص، نوبات صرعيه سيجرز، وايضا ممكن تؤدي الى الموت. فتذكروا هذه الامور متلازمة السيروتونين، هذه خطرة جدا. طبعا هذه من الأمور اللي ممكن تقتل الشخص في حالة تناوله هذه الأدوية بشكل كبير ويصير له توكسيسيتي، ما دام المريض مدمن على هذا الدواء فراح ياخذ جرعة عالية من الدواء ممكن تؤدي إلى موته. الآن نجي على الانسحاب الدوائي، شنو راح يصير في حالة الانسحاب الدوائي؟ يعني لو ترك الشخص هذا الدواء بشكل مباشر إنه قطعة، ممكن راح يصير عنده نوبة اكتئاب شديد سيفير ديبرشن. ليش؟ ما أنت كنت تاخذ السيروتونين الدوبامين من وين؟ من الأنفيتامين. طب راحت الأنفيتامين، راح وياها هذه الزيادة، فجسمك راح يريد لمدة حتى يرجع وينتج لك السيروتونين والدوبامين بشكل طبيعي. فبهذه الفترة راح تشوف نفسك يعني طاقتك نزلت، لأن الأدرينالين أيضا أو النورادرينالين أيضا راح تبدأ يصير عندك اكتئاب، ممكن تفوت في حالة اكتئاب شديد. طبعا هنا هذه المسألة أيضا خطرة، لأنه في بعض الأشخاص عندما يصابون بهذا الاكتئاب الشديد ممكن يصير عندهم أفكار انتحارية ولا سامح الله أنه يروحون ويتجرؤون على الانتحار، فهذه مسألة أيضا يجب التركيز عليها. هنا التأثير مو إلا على الجسم لكن على الحالة النفسية، وممكن يكون خطر بهذه المسألة، فتذكروا هذه المسألة. الويذدرول ممكن يؤدي لك إلى الاكتئاب شديد، وطبعا لازم هنا الشخص لما يمر في حالة ترك المخدرات ويفوت في فترة الويذدرول لازم يكون تحت إشراف طبي حتى نعرف شنو ممكن نساعده وكيف نقلل، عندنا أدوية تقلل هذا الاكتئاب اللي دا يصير حتى تخلصه من هذه الفترة. القلق انكزايتي ممكن يصير عنده أيضا نفس الفكرة لغياب هذه بالأخص النورادرينالين وغيرها، وبالتالي ممكن يصاب بالقلق، يعني تأثر على قلت لكم على مناطق في الدماغ مسؤولة عن الإدراك. تسمم بالأنفيتامين والكوكايين والميثامفيتامين للأسف ما عنده مضاد معين مباشرة يعكس هذه الحالة، لازم نعطي أدوية معينة تعمل على أنه تقلل لك التأثير السمي لهذه الأدوية، يعني نعالج كل مسألة على حدة. لو الشخص صار بارتفاع درجة الحرارة ممكن نعطي الدايزيبام، يعني راح يقلل لك هذه المسألة. كيف؟ طبعا هنا ما لها علاقة بمسألة انه هو الدازيبام نفسه يقلل درجة الحرارة، لكن يعني هذه ارتفاع درجة الحرارة ده يجينا من تقلص التشنج للعضلات، فممكن نحلها بمسألة الدازيبام. ايضا الدازيبام ممكن يحل لك لو كان عندك سيجرز او نوبات اختلاجية، فهذا الدواء راح يكون مناسب. لو صار عندك ذبحة صدرية انجينا ممكن نعالجها، وتذكروا مثل ما قلت لكم نعالجها ببيتا بلوكر لان راح تسيء المسألة، نعالجها بكالسيوم شانل بلوكر او نعالجها بنترو جليسرين، نعالج احتشاء القلب لو صار، وايضا نعالج ارتفاع ضغط الدم اللي راح يصير عندنا، فنحاول نعطي العلاج المناسب في الوقت المناسب حتى نعالج كل واحده من هذه المشاكل على حده.